بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض مراجعة لاختبار الفاينل اكزام للفيرست سمستر 2015-2016 للمادة M275 اللي بتتكلم عن البي اتش بي. توزيعات الدرجات: عندنا 3 اجزاء في الاختبار. اول جزء مالتيبل تشويس كويتشنز، اسئلة اختيارية عليها 10 درجات. الجزء الثاني شورت كويتشنز، اسئلة قصيرة عليها 40 درجة. والجزء الثالث عليه نص درجات الامتحان لونج كويتشنز عليه 50 درجة لوحده. الجزء الاول ام سي كيو كويشنز، اسئله اختياريه. السؤال الاول منها بيقول لك which of the following keywords، ايه من الكيوردز اللي موجوده تحت دي بيستخدم when declaring constants اللي هي الثوابت. ايه اللي بيستخدم علشان نعرف الثوابت؟ الثوابت اللي هي المتغيرات اللي احنا بمجرد ما بنعرفها القيم بتاعتها ما ينفعش تتغير بعد كده، خلاص انت بتسند قيمه في الاول وما تتغيرش بعد كده، اسمها constants او الثوابت. طبعا define هو الكيورد اللي بيعرفها في لغه البي اتش بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هاو ميني ريكوردز، كم عدد السجلات اللي الكويري ده هيرجعها. سيلكت استرسك يعني هات لي كل الاعمده من الجدول اللي اسمه ستودنتس. وبعدين قال لك ليميت، ليميت دي هي اللي بتحدد لك عدد السطور. خلي بالك في حاجه مهمه جدا في ليميت، في بعض الناس بتتصور ان دي قيمه البدايه ودي قيمه النهايه، ولكن الحقيقه ان دي قيمه البدايه ودي عدد السطور اللي بترجع. يعني هو هيبدا من الصف الثاني هيرجع لك 5 صفوف، يعني هيوصل لحد الصف السابع. يعني دي قيمة البداية ودي عدد الصفوف اللي هترجع، يبقى الإجابة 5 عدد الصفوف اللي هترجع. تمام. هو كمان في الإجابة يعني من الحاجات الطريفة اللي في الإجابة إن هو ما ادالكش احتمالية للخطأ. يعني في بعض الناس بتتوقع إن دي قيمة البداية ودي النهاية، يعني عدد الصفوف اللي هترجع 3، ولكن ما فيش في الإجابة أصلا 3، فهو كأنه بيحل لك السؤال يعني. طبعا الإجابة 5. السؤال التالت بيقول لك which of the following MySQL types، ايه من الانواع اللي تحت دي can be used as an alternative، كبديل للتيني انت، عفوا للتيني تكست. التيني تكست هو نوع من التكست ولكن بياخد كمية صغيرة من عدد الاحرف، فهو بيقابله الفارتشار 255. احنا بنستخدم النوع فارتشار ولكن بنكيفه بطريقة معينة ان احنا بنحط فيه 255 حرف فبيقابل التيني تكست. حتى لو انت ما تعرفش المعلومه دي اكيد التيني تكست مش هو الدبل، لان ده نوع وده نوع منفصل تماما. اكيد الير مش هي التيني تكست برضو، لان الير دي ده نوع من الداتا تايب وده نوع تاني من الداتا تايب، وكمان ده تكست مكتوب فيه تكست اهو، وده الاثنين دول رقميتين. البيج تشار ده يعني مفيش نوع اسمه بيج تشار، فهو طبعا الاجابه هي الاجابه الاولى. السؤال بعد كده بيقول لك which of the following best describes the relation between courses and students، هو عايز relation او علاقه بين الكورسز والستودنتس. فطبعا عندنا courses وعندنا students، واتفقنا ان courses وستودنتس بينهم علاقه، ده courses وده students والاثنين بينهم علاقه، ما اعرفش ايه هي العلاقه. تمام. فهو بيقول لك ايه هي العلاقه، يعني هو جاي بيسالك ايه هي العلاقه هنا. المهم ان هو بيقول لك ايه when، يعني هو دلوقتي بيقول لك describe the relation between courses and students when a tutor teaches، التوتر teaches just one course. يبقى انت عندك كمان جدول اسمه التوتر، عندك هنا كمان جدول اسمه توتر، وبعدين بيقول لك ان في علاقه بين التوتر، بيقول لك teaches just one course، يعني بين التوتر، توتر بيتيتش just one course and students register more than one course. الستودنت register، الستودنت ده بقى register more than one course، يعني many courses. خلي بالك هو جايب لك التوتر ده بس عشان يلخبطك، احنا مالناش دعوه بده، احنا عايزين علاقه بين الاثنين دول. احنا اتفقنا ان الستودنت بيتيتش many courses صح؟ طب هل الكورس تفتكر كده بقى ما ادالكش هو هنا بقى، هل دي ميني ولا وان؟ هل تفتكر الكورس في وان ستودنت ولا في من ستودنتس؟ اكيد الكورس طبعا في من ستودنتس، فالعلاقه علاقه ميني تو ميني. خلي بالك معظم الطلاب في السنه دي جاوبوا على السؤال ده وان تو ميني، ولكن هي الاجابه ميني تو ميني. ليه؟ لان هو ادالك في السؤال
يعني ادالك هنا بصريح العبارة كده ان الـ student register more than one course، الـ student فيه many courses. طب هل الكورس تفتكر ان هو فيه طالب واحد؟ اكيد طبعا many. ففي الحالة دي العلاقة many to many. السؤال الخامس بيقول لك which PHP function is used to retrieve the connection error number. ازاي الـ PHP، ايه هو الـ PHP function اللي بيستخدم علشان يريتريف او يستدعي الـ connection error number؟ طبعا عشان تستدعي الـ connection error number تستخدم MySQLi underscore connect underscore error NO اللي هي اختصار لـ error number. الجزء اللي بعد كده الجزء الثاني short questions وده عليه 40 درجة، والكلام الاحمر ده اختصاره ان انت ممكن السؤال الواحد يكون ليه اكتر من اجابة، طالما جاوبت الاجابة بشكل صحيح هتاخد الدرجة بتاعتها. السؤال الاول بيقول لك write a loop، اكتب لي loop that would compare، المفروض انها تعمل compare the items of the array. دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نعمل على حسب كلامه عايزين نعمل loop that would compare the items of the array، هتعمل compare للايتم بتاعت الاريز. يعني انت عندك array وهيبدا يعمل compare، and when the loop finishes بمجرد انتهاء اللوب echo the string stored، عفوا sorted، المفروض ان انت هتطبع له كلمه sorted if the value of the array are sorted، لو الفاليوز او القيم اللي موجوده في الاري هي مرتبه. يعني انت عندك مجموعه من العناصر موجوده في الاري، في حالة ان العناصر دي انت هتبدأ تقارنها ببعض وتشوف العناصر دي لو مرتبة هتطبع كلمة sorted انها مرتبة. يعني لو مثلا ده 2 وده 4 وده 10 وده 20 وده 25 مرتبة، مش معناها ان هي ماشية بنظام واحد، لا مرتبة معناها ان ده صغير وده الاكبر منه وده الاكبر منه وده الاكبر منه وده الاكبر منه، دي معنى كلمة sorted. فالمفروض ان هو هيطبع لك كلمة sorted if the values of the array are sorted، لو هي مترتبة in ascending order، ascending order يعني من الصغير للكبير. otherwise ولكن لو لقيتها مش مترتبة هتعمل ايه؟ echo the string هتطبع له كلمة not sorted. احنا في الحالة دي محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ابدأ اقارن كل عنصر باللي قبله، يعني اجي على العنصر ده كده اشوف هل هو اكبر من اللي قبله ولا لا، واروح عند ده اشوف هل هو اكبر من اللي قبله ولا لا، واروح عند ده اشوف هو اكبر من اللي قبله ولا لا، واروح على العناصر كلها اشوف هي اكبر ولا لا. لنفترض ان الاري دي اسمها ARR، العنصر ده كده اسمه ARR of 0، ARR of 0 صح ولا لا؟ طب والعنصر ده اسمه ايه؟ اسمه ARR of 1، واللي بعده اسمه ARR of 2، تمام؟ فهنفترض ان 0 و 1 و 2 دول اسمهم ARR of i، انا محتاج اتأكد ان ARR of i اكبر من ARR of i ناقص 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا محتاج اتأكد ان ARR of i ليكن i ده مثلا 1، ARR of 1 اللي هو ده اكبر من ARR of i ناقص 1 اللي هي 0، اكبر من ده. او ARR of i يعني i دي ممكن تكون اي رقم، ممكن يكون مثلا 4 اللي هي دي، الاي لو اعتبرت انها 4 انا محتاج اتاكد ان ARR of 4 اللي هي القيمه اللي موجوده هنا اكبر من ARR of i ناقص 1 اللي هي 3، اكبر من القيمه اللي موجوده هنا. فانا دايما هستخدم الشرط ده لان هو اللي هيحل لي الموقف، ان انا دايما بروح اتشيك على العنصر وبتاكد من ان هو اكبر من العنصر اللي قبله، بروح الف على كل عنصر واتاكد من ان هو اكبر من العنصر اللي قبله. او ممكن اتاكد بطريقه تانية، اتاكد ان هو مش اصغر من العنصر اللي قبله. يعني ممكن تحل المساله باكتر من طريقه. عموما الحل موجود هنا اهو. انت بتروح تعمل ايه؟ اول حاجه بتعمل فور لوب لانك لازم تلف على عناصر الاري بشكل كامل. الفور لوب دي محفوظة، انت بتبدأ من واحد الاي بيساوي واحد لحد الاي اصغر من الكاونت اللي هي اخر الاري وبعدين اي بلس بلس. دي هتخليك تعمل ايه؟ هتخليك تلف على العناصر بتاعت الاري عنصر عنصر، تروح تلف على العناصر بتاعت الاري من الاول لحد الاخر، تمام؟ طيب هتخلي الريت فال دي عبارة عن فاريابل، هتخلي القيمة بتاعته المبدئية سورتد،
بحيث ان لو فعلا الاري في النهايه سورتد هيروح يعمل ايكو في الاخر لايه؟ للريد فال اللي هي هتكون سورتد. يعني هو هيشيك هنا في اف يشوف هل هي مش مترتبه ولا لا، في حاله انها مش مترتبه هيعمل حاجه معينه، ولكن اذا كانت مترتبه يبقى الشرط ده كانه مش موجود، هيروح يطبع لك انها سورتد. طب في الشرط بقى بيعمل ايه؟ وهو هنا المهم بقى. الشرط ده لوحده عليه 4 درجات. في الشرط بيروح يشوف كل عنصر من عناصر الاري هل هو اصغر من اللي قبله؟ ركز معايا. بيشوف كل عنصر من عناصر الاري هل هو اصغر من اللي قبله؟ يعني انت عندك هنا 2 4 8 10 12. بيروح يتشيك على العنصر ده. بيشوف هل هو اصغر من اللي قبله؟ لا ده هو اكبر من اللي قبله. لو كان اصغر من اللي قبله هيروح يقول لك انها نوت سورتد. يعني هو بيروح يشيك على العنصر ده. لو كان العنصر ده اقل من اللي قبله يبقى هي نوت سورتد. وبعده بيروح يشيك على العنصر ده. لو كان اقل من اللي قبله يبقى هي نوت سورتد. راح يشيك على العنصر ده. لو اقل من اللي قبله يبقى نوت سورتد. راح يشيك على العنصر ده. لو اقل من اللي قبله يبقى نوت سورتد. راح عليهم كلهم وعمل تشيك وما لقاش الشرط ده موجود، يبقى خلاص مش هيروح يحط فيها نوت سورتد، هيبقى الريد فال في الاخر فيها القيمه المبدئيه اللي هي كانت سورتد. زي ما بقول لك ممكن تتحل المساله من اكتر من طريقه وكلهم صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اكتب لي اكزامبل اوف ا بيس اوف كود ذات از فولنربل. فولنربل يعني ايه؟ يعني عرضه لحاجه اسمها الانجكشن اتاكس. الانجكشن اتاكس اللي هو يعني الهجوم عن طريق الحقن البي اتش بي. الكلام ده معناه ايه هنشوفه دلوقتي. اند ستيت، المهم هو عايز منك اكزامبل. اند ستيت وات كان بي دون، وازاي ايه اللي نعمله علشان نتجنب الانجكشن اتاكس. انت عارف الانجكشن اتاكس ده عامل زي ايه؟ عارف لما تيجي تدخل على موقع من المواقع، يعني انا مره دخلت على الموقع بتاع الجامعه بتاعتي، وبعدين الموقع ده كان فيه ايه؟ كان في علامة استفهام كده، يعني هحاول اكبرها شوية، هي ما تكبرش عن كده، علامة استفهام كده، وبعدين في اي دي بيساوي مكتوب فيه كده بنفس الطريقة، اي دي بيساوي 345. 345 ده اللي هو كان ساعتها رقم الجامعي، وكان معروض هنا السجل بتاعي. فأنا قمت عامل ايه؟ قمت عامل اند، لا عملت اور، واحد يساوي واحد، او تقريبا كانت واحد يساوي واحد. انت عارف ده بيعمل لك ايه؟ ده بيروح يقول لك ان واحد بيساوي واحد دي عامله زي البوليان اكسبريشن، اللي هو واحد بيساوي واحد دي دايما ترو. يعني انا لو قلت لك هل واحد بيساوي واحد، هل دي ترو ولا فولس؟ طبعا ترو. فهي طالما ان هي دايما ترو، انت كل ما بتدخل على سجل من السجلات بيجيبه لك. فواحد بيساوي واحد دي من الاخر كده بتعرض لك كل السجلات بتاعت كل الطلاب اللي موجوده في نفس الجدول. فده هو يعتبر الانجكشن اتاكس. المفروض ان انت كشخص بتعمل صفحه بي اتش بي ما تسمحش ابدا للمستخدم ان هو، يعني الجديد بقى او التقنيات الجديده ما عادوش بيسمحوا للمستخدمين ان هم يعملوا الكلام ده في الانظمه القديمه، وما عادش موجود دلوقتي. ليه؟ لان هو بقى بيمنعك ان انت تكتب اي حاجه بعد الكلمه، مش بيمنعك ان انت ما ينفعش تكتب، لا، يعني اي حاجه هتكتبها هنا مش محسوبه، خلاص انت لحد هنا بس، مش من حقك، يعني اي حاجه هتكتبها بعد كده هتكون غير محسوبه. فطبعا هو بيقول لك ايه؟ بيدي لك هنا مثال. المثال ده لو جيت تبص هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقيه عامل لك سيلكت استرسك فروم يوزرز، ان انت بتجيب كل حاجه من جدول اليوزر لما يكون النيم ده اللي هيتعرض في الصفحه. اللي هيتعرض في الصفحه ان هو هيجيب لك كل حاجه من جدول اليوزر، هيجيب لك البيانات بتاعتك كلها في حاله اذا كان النيم مطابق لايه؟ للكلام اللي انت هتكتبه في التكست بوكس. يعني انت لو كتبت هنا مثلا احمد هيروح يجيب لك كل السجلات في حاله ان النيم اسمه احمد. لو كتبت ياسر هيروح يجيب لك كل السجلات في حاله اذا كان ده السوبر جلوبال بوست اللي بيروح يجيب الحاجه من التكست بوكس. خلاص بيقول لك imagine the value entered in the user name form field is something like this. يعني افرض ان انت ان هو كتب في التكست بوكس نفسه or واحد بيساوي واحد.
يعني الشخص بدل ما يكتب احمد او بدل ما يكتب ياسر كتب اور واحد بيساوي واحد، بيقول لك ان في الحاله دي الريزلت هتبقى عباره عن كويري بالشكل ده، select asterisk from users where name بيساوي، ما هو علامه فاضيه كده او حاجه فاضيه ما فيهاش حاجه، اور واحد بيساوي واحد. في الحاله دي زي ما بقول لك ممكن ترجع لك السجلات كلها. injection can be avoided، ده خلاص المثال كده خلص، يعني انت بتحاول بقدر الامكان المثال ده يعني تحفظه لان هو ممكن يطلبه منك في الامتحان فبتكتبه زي ما هو بقدر الامكان. طيب ازاي اقدر اتجنب الانجكشن؟ الانجكشن كان بي افويدد باي تشيكينج ذا يوزر داتا، انت بتبدا تتشيك على اليوزر داتا او البيانات اللي بيدخلها المستخدم بحيث المستخدم ما ينفعش يدخل قيمه زي دي. اور اسكيبنج ات يوزنج بي اتش بي فانكشنز، او ان انت تعمل له اسكيب عن طريق فانكشنز موجودة في لغة الـ PHP before using it، قبل ما تستخدمه، يعني قبل ما استخدم أي حاجة أو قبل ما أعمل أي حاجة أبدأ أتشيك على البيانات اللي دخلها المستخدم في التكست بوكس، تمام؟ وأبدأ أعرف إيه البيانات دي، هل هي بيانات صحيحة؟ هل هي valid data ولا ما هياش valid data؟ السؤال بعد كده بيقول لك writing SQL queries، عايزك تكتب query بالـ SQL. write SQL query to create table named tutors with the fields. عايزك تكتب جدول اسمه tutors، فيه التوتر اي دي، فيه التوتر نيم، فيه الاكسبيرينس، فيه teaches، تمام. تعالوا كده نفتح الاكس ام وننفذ الكلام اللي هو عايزه. ده اوريدي معمول له ستارت وده معمول له ستارت. افتح ادمن مباشره، هيفتح لك الويب بيج علشان نبدا نتعامل مع بي اتش بي ماي ادمن، خلاص. وبعدين كان عندنا قاعدة بيانات اسمها ذا دي بي، ممكن قاعدة البيانات دي نروح نبني فيها جدول تاني. نروح على قاعدة البيانات كده ونبدأ نقول له ايه، هو عايزك تعمل كرييت لتيبل، صح؟ كرييت تيبل اسمه ايه؟ اسمه توترز. بتاخد الكلام ده زي ما هو كده بالظبط، بالظبط كده اهو، تنسخه وتحطه هنا اهو. بس هتقول له كرييت تيبل من غير اه، ونيم دي شيلها سيبك منها، يبقى كرييت تيبل توترز. وتبدا بعده كده تفتح قوسين، لان في القوسين دول هتبدا تحط الاعمده بتاعتك او الاتريبيوتس بتاعتك، خلاص. طيب عايزك هو تحط الحاجات دي كلها، تعالوا ننسخها زي ما هي كده، زي ما هي، ونروح نحطها هناك اهي. الحاجات دي هي اللي احنا عايزين ننشئها. اول حاجه هو عايز التوتر اي دي، وعايز نوعه ايه، ذا تايب از ان انتجر، خلاص كده. امسح بس الجزئيه اللي انا مظلل عليها دي. ينفع تخليها انتجر زي ما هي، وينفع تخليها انت بس، الاثنين ينفعوا، خلاص. وبعدين النقطه دي بنحولها لفاصله. بعد كده عندك كمان التوتر نيم، نوعه ايه، اهم حاجه عندي نوعه، نوعه فاريبل لينس. فاريبل لينس يعني فارتشار، وبيقول لك الكاركترز اللي فيه اب تو 60. يبقى انت هتعمل ايه، هتعمل توتر نيم وتقول له var char 60، ونعمل فصل. بعد كده اكسبيرينس، عايزك تعمل اكسبيرينس ونوعه ايه، نوعه انتجر. تعمل اكسبيرينس اللي نوعه انتجر، تعمل فصل. اخر واحد تيتشز، وبيقول لك ان نوعه ايه، نوعه variable length يعني var char up to 15. يبقى انت بتعمله من نوع var char قد ايه، 15 بس كده، شكرا. مباشرة ممكن نعمل له اكسكيوت بالشكل ده، خلاص دخل عندنا في الداتابيز، بقى عندك جدول. الجدول ده اسمه ايه، الجداول اهي، عندنا جدول اسمه كومنتس ملناش دعوه بيه، وعندنا جدول تاني اسمه توترز. الجدول ده الكولمز اللي فيه هي اكسبيرينس، وعندنا تيتشز، وعندنا توتر اي دي، وعندنا توتر نيم. ممكن تلاقي الاستراكشر كمان بتاعك موجود هنا، يعني انت لو ضغطت على التوتر او الاستراكشر بتاعك هتلاقيه موجود هنا، توتر اي دي، توتر نيم، اكسبيرينس، تيتشز، خلاص. انا بقول لك الكلام ده ليه، لان انا عايزه شويه يفضل في الذاكره بتاعتك، بحيث ان انت تبقى عندك وعي لما تيجي تجاوب في الامتحان شكل السؤال بيبقى عامل ازاي، وبنقدر ان احنا نعمله على قاعده البيانات ازاي. بعد كده بيقول لك رايت وان اكزامبل فور ايتش اوف ذا فولوينج كويريز، عايزك تعمل اكزامبل على الكويريز اللي موجوده دي. اول حاجه انسرت ذا داتا ست 20، بعدين جو توتر، وبعدين 6، وبعدين ام 275 انتو ذا تيبل، انتو ذا تيبل في الجدول اللي احنا عملناه. يبقى انت هتروح تدخل البيانات دي في الجدول اللي احنا عملناه،
عشان تانسرت نروح برضو في الاس كيو ال ونروح نقول له انسرت، انسرت انتو داخل الجدول اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه توترز. هتانسرت ايه؟ هانسرت الفاليوز اللي هي دي اللي هو مديهاني في السؤال. خلي بالك من حاجتين مهمين، الحاجة الأولى إن أنت لازم تتأكد إن أنت عندك عدد الفاليوز 1 2 3 4 هما نفس عدد الأعمدة، الأعمدة اللي عندي قد إيه؟ تعال نشوف. الأعمدة اللي موجودة عندي 1 2 3 4، لازم تتأكد إن نفس الفاليوز هي نفس عدد الأعمدة، يعني هو مديني هنا 4 فاليوز. خلاص يبقى أنا كده ماشي صح. طيب الحاجة التانية اللي أنت لازم تتأكد منها إن هما نفس الأنواع، يعني ده مثلا لازم تتأكد إن هو valid char وده لازم تتأكد إن هو integer. ده valid char لأنه بين single quotes أو double quotes، char أو valid char، وده لازم تتأكد إن هو integer. الحاجات دي أنا خلاص اتأكدت منها. طيب لو هو ما ادالكش كده، لو ما ادالكش أربع أعمدة أو أربع قيم علشان تدخلهم وادالك ثلاثة بس، لازم تيجي هنا وتحدد الأعمدة اللي أنت عايز تدخل فيها، يعني تيجي هنا وتحدد الأعمدة بالظبط. انت مش مطلوب منك في الحالة دي انك تحددها، ولكن انا هحددها لك عشان تبقى عارف المفروض تكتب ايه. المفروض هنا تقول له ان انا هدخل القيمة الاولى في التوتر اي دي، وهدخل القيمة الثانية في التوتر نيم، وهدخل القيمة الثالثة في الاكسبيرينس، وهدخل القيمة الرابعة في التيتشز تقريبا كده، على حسب الأعمدة، يعني الأعمدة على حسب ترتيبها. فأنت لو جالك تلاتة هتحط تلاتة وهتحط القيم بتاعة التلاتة وهتمسح ده، تمام؟ ولكن لو جالك أربعة إما تحطهم بالشكل ده كأسماء أعمدة، ولكن لو كانوا أربعة أنت مش محتاج الجزئية اللي فوق دي خلاص. طيب هنا طبعا السنجل كوتس دي عايزة تتغير لأن هي أنا نسخها بالظبط زي ما هي. كده نقدر ندخلهم مباشرة. لو جيت عملت جو خلاص هيدخل لك البيانات دي، خلاص دخلها لك. لو جيت تبص هنا في الاستراكشر او عفوا في البراوز هتلاقيه هنا حط لك 20 جو توتر 6 ام 275. طيب بعد كده بيقول لك ريتريف، يعني سيلكت all the records with experience اصغر من 5. ده الشرط اللي هتحطه بعد جملة وير. خلاص هو عايز كل الريكوردز، يعني هتقول له سيلكت اول او سيلكت استرسك، تمام؟ with experience اقل من 5 هتحطها في الشرط التعوير. وبعدين sorted by tutor name in ascending order، سهل جدا جدا جدا. هتيجي تقول له ايه؟ هتيجي تقول له select asterisk from tutor اللي هي دي، هو اصلا كاتبها لي select asterisk from tutor، يعني انا عايز كل حاجه من جدول tutor. where حط لي الشرط اللي هو اداهولك، تمام؟ وبعدين order by، order by اللي هي الترتيب، انا عايز ارتب. هو قال لك رتب لي على حسب التوتر نيم، في عمود معين انا برتب على اساسه، فهو قال لك رتب لي على اساس التوتر نيم ascending order. ascending order يعني بتيجي تكتب له ASC، عموما هو الديفولت ASC، يعني انت حتى لو ما كتبتهاش انت صح. فنيجي هنا نعمل له جو بس كده خلاص. طيب السؤال بعد كده بيقول لك update the records incrementing by one the experience، يعني انت المفروض ان انت هت update all records وبعدين incrementing by one the experience، تمام؟ طيب يبقى انت عندك هنا هتيجي تعمل ايه؟ تعالوا ناخد الاثنين دول مع بعض ننسخهم كده ونحطهم عندنا. ده كده كومنت، تمام؟ وبعدين هو بيقول لك update all the records، هو عايزك تupdate كل الريكوردز، يبقى انت هتقول له update الجدول، اسم الجدول ايه؟ الجدول اسمه tutors. وبعدين هتقول له set يعني عدل. عدل ايه؟ هو عايزك تعدل كل الريكوردز. خلاص انا كده بعدلها كلها incrementing by one the experience. هتست الاكسبيرينس كده هتاخدها
وبعدين المفروض انك هتعمل لها increment by 1، يعني هتقول له ال experience بيساوي ال experience زائد 1 بس كده، بس كده. هو ما حددلكش سجلات بعينها، طالما ما حددلكش سجلات معينة انت ما تستخدمش وير، خلاص انت بتقول له ان انت هتعدل ال experience، كل ال experience اي حد عنده experience هتزود له ال experience ب 1. ده بالنسبة لجملة الابديت. لو جينا نشغلها، شغلها لك كده مباشرة، خلاص هو عمل ابديت وفعلا هو زود الاكسبيرينس عند كل شخص. تعالوا كده نقول له edit inline عشان نعدل الكلام ده. هو شال الكومنت. طيب هنرجعه تاني. الجملة التانية بيقول لك delete all the tutors who teach M180. علشان امسح كل التوترز هروح اقول له delete، امسح لي from من الجدول اللي اسمه توتر، تمام، او توترز. بس طالما اداني شرط قال لي هو تيتش ام 180، طالما قال لي شرط معين يبقى هاجي هنا اقول له وير. خلي بالك لو قلت له ديليت فروم توترز بس الواحده هيمسح لي كل السجلات، لا انا عندي شرط معين وير لما يكون عندنا اتريبيوت اسمه تيتشز او عمود اسمه تيتشز، لما يكون تيتشز بيساوي ام 180. خلاص لو جيت اشغل هيشغل، هيشتغل معايا من غير اي مشكلة. طبعا هتلاقي الاجابات موجودة عندك هنا اهي، والدرجات بتاعتها كل واحد عليه 3 درجات، ودي درجة معقولة جدا يعني في سؤال بسيط. بارت 3 لونج كويشنز ده عليه 51 درجة، وهو مهم جدا جدا جدا، حاول تهتم بيه، وعلشان كده انا هشرحه تفصيليا. بيقول لك this part بيتكون من سؤالين، وكل الاسئله المفروض انها تتجاوب. اول حاجه implement html and php script. ايه بيقول لك implement html form that would request from the user username and password. يعني انت هتعمل لي html form، فورمه هتبدا تريكويست من المستخدم اليوزر نيم والباسورد، وعندك زر كمان اسمه submit، تمام، submit them to PHP script، وفي الاخر هتسبميت، هتخليهم يعملوا submit. يعني بمجرد ما تضغط على الزر submit المفروض انك هتتوجه للصفحة اللي اسمها action.php. فانت هتعمل ايه؟ هتروح كده بكل بساطة، انت بتعمل صفحة HTML، ادلنا اسمها ما ادلناش اسمها، ممكن نسميها اي حاجة خلاص. وبعدين هنيجي نعمل هنا HTML ونيجي نقفل HTML في الاخر. تيجي تعمل هنا form، والمفروض انك هتقفله في الاخر. بس عموما الفورم ده فيه اول حاجة ايه؟ فيه حاجتين، فيه ميثود، والميثود دايما بنعملها بوست. يعني هي ممكن تتعمل بوست وممكن تتعمل جيت، ولكن في الامتحانات دايما بنعملها بوست الا لو طلب منك حاجة تانية. وبعد كده بتقول له اكشن. الاكشن اللي هو لما نضغط على الزر سبميت هيتوجه فين بالظبط؟ هو محدد لك هنا انك هتروح على صفحة اسمها action.php، فبتكتب له هنا action.php. طيب بعد كده بتيجي تقفل الفورم هنا في الاخر، تمام. الفورم دي بقى فيها ايه؟ بيقول لك انها فيها اتنين تكست بوكس، واحد اسمه يوزر نيم وواحد اسمه باسورد. فانت هتيجي هنا تقول له ايه؟ تقول له انبوت تايب بيساوي تكست، تمام. وبعدين النيم ممكن تسمي النيم بقى يوزر نيم او يوزر نيم. خلاص كفايه كده، احنا ممكن نعمل فاليو، ممكن نعمل حاجات كتير، بس احنا بنكتفي بهذا القدر. ده بالنسبه للايه؟ ده بالنسبه للتكست بوكس الاولاني. طيب التكست بوكس ده هيظهر لوحده ولا المفروض قبله تقول له مثلا انتر يوزر نيم؟ ده اول حاجه. طيب محتاجين نعمل كمان تكست بوكس، طبعا الكلام ده كله لازم تكتبه بنفس الطريقة. فهنيجي نحط كمان تكست بوكس هنا، خلي بالك ان الاتنين هيجوا جنب بعض، الاتنين هيجوا جنب بعض، لازقين في بعض. فعلشان كده المفروض انك بتعمل هنا بي ار بريك لاين. البريك لاين ده هيعمل لك ايه؟ هيخلي كل واحد في سطر لوحده، وده افضل بكتير. طيب الاولاني كان اسمه يوزر نيم ولكن التاني اسمه باسورد. هتيجي تنسخه تروح تحطه هنا بحيث ان انت بتقول له انتر باسورد. طيب محتاج كمان تعمل زر سبميت، صح؟
طيب هات الانبوت ده كمان وقول له والله انا عايز اعمل كمان زر سبميت. نوعه ايه؟ مش نوعه تكست بقى، ده نوعه سبميت. تمام؟ واسمه ايه؟ اسمه برضو سبميت. بس كده، انت مش محتاج تعمل اكتر من كده في الفورمه بتاعتك. تعالى كده نشغل الفورمه نشوف هي شغاله ولا لا. تعالى نحفظها في السيرفر مباشره، في السيرفر يعني هنروح على السيرفر بتاعنا. هنروح على الاكس امب. طبعا انا ممكن احفظها على سطح المكتب وهتشتغل. بس انا بحفظها هنا علشان بعد كده هشغل فيها اكواد بي اتش بي. تعالى نسميها مثلا فول 2015 ودوت اتش تي ام ال. تمام؟ لو جينا نروح بقى، هنروح فين؟ هنروح في نفس المكان، نفتح الكلام ده، عندي فول 2015 اهي، هتفتح مباشرة من غير مشاكل، وهتيجي هيجي فيها بقى اتنين تكست بوكس بالشكل ده، انتر يوزر نيم وانتر باسورد، المفروض انه يجي في الاخر بالشكل ده. فهو كان طالب منك الكود، وخلي بالك ان الكود عليه درجة مش بطالة يعني. يعني هنا الكود شايف عليه ايه؟ عليه أربع درجات السطر الأولاني، أربع درجات السطر الثاني، أربع درجات، يعني التكست بوكس الواحد عليه أربع درجات. السبميت عليه أربع درجات، فهو عليه درجات كويسة. فحاول إن أنت الحاجات البسيطة دي تكون أنت ملم بيها بشكل كويس. ده كان الجزء الأول من السؤال اللي هو إيه؟ طيب الجزء الثاني من السؤال أو بي بيقول لك implement PHP script اللي اسمها action.php. إحنا المفروض لما بنضغط على زر سبميت بيروح يودينا على صفحة ثانية اللي هي صفحة الأكشن، صح؟ صفحة الاكشن دي المفروض ان انت في صفحة الاكشن بتروح تستقبل اليوزر نيم والباسورد من المستخدم. يقول لك انها هتريتريف او هتستدعي البيانات اللي اتعمل لها بوست فروم ذا يوزر من المستخدم اند اد ذم تو ذا سيشن سوبر جلوبال. يعني هتروح تاخد البيانات من المستخدم وتروح تحطها في السيشن من الاخر كده. طيب احنا كنا خلاص عملنا الصفحة اللي هي بتاعت ال HTML اللي هي الصفحة دي، صح؟ عايزين نروح نعمل صفحة تانية اللي هي صفحة ال PHP. هنروح بقى نعمل صفحة ال PHP. المفروض ان احنا نروح نخزنها فين؟ في السيرفر. يعني احنا ممكن نروح نقول له فايل نيو، او خلينا نروح نعمل ملف عادي هنا علشان يبقوا الاثنين منفصلين شوية عن بعض. ده هنسميه action.php. .php تمام؟ وبيقول لي ان انا عندي اتنين اكشن كده. طيب همسح ده، يبقى ده هسميه اكشن دوت بي اتش بي. طيب ماله بقى اكشن دوت بي اتش بي؟ هو طالب منك، هو طالب منك احنا اوريدي خلاص عملنا الصفحه دي اللي هي صفحه ال HTML. صفحه ال HTML بتعمل ايه؟ صفحه ال HTML بتطلب منك انك تدخل يوزر نيم وتدخل الباسورد، ولما تدخل يوزر نيم وتدخل الباسورد خلاص تم حفظهم، يعني بقوا موجودين في اتنين تكست بالشكل ده. اليوزر نيم موجود هنا بتاعك والباسورد موجود هنا. الكلام ده في الاخر لما بتضغط على زر سبميت بتروح تعمل له بوست. يعني ايه بوست؟ يعني بتروح تبعت الكلام ده لصفحه ال PHP. صفحة البي اتش بي لما تيجي تستقبل الكلام ده بتستقبله في حاجة اسمها السوبر جلوبال بوست. تمام؟ وبتروح تستقبل الكلام ده ازاي؟ ركز معايا. هي عايزة تستقبل اليوزر نيم في الأول، فعشان تستقبل اليوزر نيم بتروح على اتريبيوت اسمه النيم، بتشوف القيمة اللي موجودة جواه، القيمة اللي موجودة جواه اسمها يوزر نيم، بتروح تكتب هنا يوزر نيم. طيب عن طريق السوبر جلوبال بوست برضو عايز استقبل القيمة بتاعت الباسورد، فبروح أعمل إيه؟ بروح عايز استقبل الباسورد، بروح للاتريبيوت اللي اسمه نيم، باخد القيمه اللي جواه اللي اسمها باسورد وبحطها هنا. يبقى انا كده قدرت ان انا استدعي الاسم اللي موجود في التكست بوكس اللي هو هنا، وقدرت استدعي الباسورد اللي موجود في التكست بوكس الثاني اللي موجود هنا. في الاخر عايز اخزنهم في السيشن. طالما عايز اخزنهم في السيشن بروح استدعي السوبر جلوبال سيشن، تمام، وبديله اسم معين، اي اسم، وبقول ان هو بيساوي القيمه اللي انا قدرت استدعيها من هنا، بحيث ان القيمه اللي انا قدرت استدعيها اللي خدتها من التكست بوكس رحت خزنتها فين؟ رحت خزنتها في السيشن. يعني انا من الاخر لما اجي احل حاجه زي كده
بروح اقول له ان انا هفتح الاوبن تاج بتاع البي اتش بي وهروح اقفله. اول حاجه بتعملها ايه؟ ركز معايا في اول حاجه بتعملها لانها مهم. اول حاجه بتروح تقول له سيشن ستارت. دي اول حاجه لان دي لوحدها عليها 3 او 5 درجات، يعني انا مش فاكر بس عليها درجه معقوله تقريبا 3 درجات. طيب الحاجه الثانيه ان انا عايز اروح استدعي السوبر جلوبال بوست. ليه؟ عايز اجيب القيمه بتاعت اليوزر نيم، فبروح اكتب جواها كده القيمه اللي موجوده في الاتريبيوت نيم اللي اسمها يوزر نيم. كده انا استدعيت السوبر جلوبال بوست، استدعيت القيمه اللي موجوده في التكست بوكس الاولاني. عايز اخزنها في السيشن، اخزنها في السيشن ازاي؟ اروح اعمل سوبر جلوبال سيشن تمام، واروح اسميه اي حاجه، ممكن اسميه على سبيل المثال يوزر او يوزر نيم، سميه زي ما انت عايز، سميه يوزر نيم. وبعدين تعالى هنا اقول له يساوي. تاني احنا عملنا ايه؟ احنا رحنا علشان نجيب القيمه بتاعت اليوزر نيم من التكست بوكس، رحت استدعيت السوبر جلوبال بوست وقلت له هات لي اليوزر نيم. ده جاب لك القيمه اللي موجوده في التكست بوكس الاولاني. عايز اخزنها في السيشن، اعمل ايه؟ بروح اقول له افتح سيشن واقول له اسمه يوزر نيم مثلا، بدي له اي اسم. وفي الحاله دي انت خزنت القيمه اللي جبتها من هنا، رحت خزنتها في السيشن. نفس الكلام اللي عملته هنا هو نفس الكلام اللي بعمله على الباسورد بنفس الطريقه بالظبط. كل الموضوع ان انا هغير كلمه يوزر نيم اخليها باسورد، وهنا نفس الشيء بس كده. دي عليها 3 درجات، دي عليها 3 درجات، ودي عليها 3 درجات. يعني لو شفنا توزيعه الدرجات اهي 4 درجات، كل واحده منهم عليها 4 درجات. بعد كده بيقول لك كومبليت ذا بي اتش بي سكريبت بيلو، جايب لك سكريبت بيلو او تحت اللي هو ده، وبعدين بيقول لك اعمل له كومبليت او كمله باي امبلمنتنج ذا كويري، انك هتعمل امبلمنتيشن للكويري فور ريتريفنج داتا. ريتريفنج داتا يعني انت هتستدعي بيانات هتكون عن طريق الامر سيلكت فروم ذا تيبل ستودنتس، من جدول اسمه ستودنتس. انا ما اعرفش حاجه عن جدول ستودنتس ده، احنا ما عملناهوش. اند بريزنت، وبعدين اعرض ذا ريتريفد داتا، وبعدين هتعرض البيانات المستدعاه باستخدام HTML table elements. تمام، يعني عن طريق تيبل، يعني في الاخر هتعرضها على صفحه على الويب بيج، هتعرضها على شكل جدول. الجدول ده هو HTML table. وبعدين بيقول لك افترض ان جدول الستودنتس، انا عشان قلت لك ما اعرفش عنه حاجه، فهو تقريبا سمعنا واحنا بنتكلم فقال لك والله جدول الستودنت ده فيه الاتريبيوت اي دي، وده من نوع انتجر، وفيه الاتريبيوت نيم، وده من نوع فاريد شار. يعني ايه؟ يعني والله انت عندك جدول، الجدول ده اسمه جدول الستودنت، الجدول ده فيه عمودين، عمود الاي دي وعمود النيم. حلو. طيب انت هتروح تعمل ايه؟ هتروح مباشره تستدعي البيانات اللي موجوده هنا والبيانات اللي موجوده هنا. ده جدول موجود في قاعده البيانات، هتروح تستدعي البيانات دي وتروح تعمل لي اتش تي ام ال تيبل، هتروح تعمل لي جدول بقى في صفحه البي اتش بي. الجدول ده برده عامل كده، وبرده فيه البيانات بقى، بتاخد انت الصف الاولاني ده، وممكن يكون فيه برده الاي دي والنيم لو عرفت تعمله، وبتاخد البيانات اللي موجوده هنا وتروح تحطها هنا. يعني انت هتاخد جدول من قاعده البيانات هتروح تحوله لي ال HTML تيبل في صفحه ال PHP. جايب لك جزء من الكود، جايب لك الجزء الاولاني ده اللي هو الجزء اللي المفروض ان عن طريقه بنعمل كونكت على قاعده البيانات. تمام، يعني احنا هنا كده رحنا عملنا كونكت على قاعده البيانات، رحنا قلنا له انها فيها لوكال هوست، فيها يوزر، فيها باسورد، فيها مش عارف قاعده البيانات نفسها، وبعدين بنتشيك هنا على الايرور، هو وفر عليك الحاجات دي كلها. يعني ده كده جاي لك محلول اصلا، ولكن هو طالب منك الكود اللي بالازرق ده. طب احنا الكود اللي بالازرق ده هنعمل فيه ايه؟ تعالوا نمشي في الخطوات واحده واحده. اول حاجه احنا عندنا الجدول زي ما اتفقنا، الجدول ده موجود في قاعده البيانات. الجدول ده فيه ايه؟ فيه الاي دي وفيه النيم وفيه مجموعه من البيانات. تمام، خليها كده موازيه لبعضها. طيب اول حاجه بنعملها، اول حاجه احنا محتاجين نعملها ان احنا
بنروح نعمل سيلكت على البيانات دي، احنا عايزين نجيب كل البيانات اللي موجوده في الجدول اللي في قاعده البيانات، فبنروح نعمل سيلكت استرسك، هات لي كل حاجه من الجدول اللي اسمه ستودنتس وحطها لي في متغير انا هسميه هنا اس كيو ال. حلو. طيب وبعدين، وبعدين الجمل دي محفوظه لان انت بتروح برضو تعمل ماي اس كيو ال اي اندر سكور كويري، بتحط فيها ايه؟ بتحط فيها اسم الكونكشن اللي موجود فوق اللي هو ماي اس كيو ال اي، وبتحط فيها الاس كيو ال اللي هو الاستعلام اللي احنا جبناه من هنا، الكلام ده المفروض ان احنا عارفينه. وبعدين بتحطه في متغير اسمه مثلا ريزلت او ار اي اس. خلاص. طيب بعد كده انا خلاص كده بالطريقه دي انا خدت كل المعلومات، عملت سيلكت على كل المعلومات وعملت ريتريف واستدعاء لكل المعلومات اللي موجوده في الجدول. طيب ما انا عايز بقى ابني الجدول بتاعي اللي في صفحه الاتش تي ام ال. عشان تبني جدول في صفحه الاتش تي ام ال بتروح تقول له ايكو تيبل. المفروض اما ببني الجدول في الاتش تي ام ال بقول له تيبل بالشكل ده، وبعدين بقول له ان البوردر، البوردر بتاعه بقى اللي هو الاطار بتاعه بيساوي مثلا واحد كده. فالكلام ده علشان اكتبه في البي اتش بي ما بكتبوش بالطريقه دي، انا لازم اكتب قبله ايكو، صح ولا لا؟ ولازم يعني هاجي هنا اكتب ايكو، ولازم طالما كتبت ايكو اعمل هنا دبل كوتيشن واعمل هنا دبل كوتيشن، وطالما عملت هنا دبل كوتيشن وعملت هنا دبل كوتيشن ما ينفعش يبقى في النص اي دبل كوتيشن. اي دبل كوتيشن موجوده في النص لازم تعمل لها سكيب بالشكل ده علشان الكومبايلر ما يعملش مشكله. فروحنا عملنا الكلام ده، رحنا قلنا له ايكو تيبل بالشكل ده، ورحنا حطينا البوردر بتاعه واحد، ورحنا في الاخر قفلناه. لحد هنا مفيش مشكله، انت فتحت تيبل ورحت قفلته في الاخر، فعمل لك ايه بقى على صفحه الاتش تي ام ال؟ عمل لك جدول، بس الجدول ده فاضي لسه ما حطيناش فيه اي بيانات، جدول عادي انت ما حددتش فيه لا صفوف ولا اعمده. بعد كده هتعمل وايل. شوف بقى وايل دي هتعمل ايه. وايل دي هتلف على الكلام ده كله، هتفضل تلف على الكلام ده كله، بس وايل دي بتشتغل بشرط. طول ما الشرط ده، يعني طول ما الشرط ده بيساوي ترو، طول ما وايل شغال، خلي بالك طول ما الشرط بيساوي ترو طول ما اللوب بتاعت الوايل شغال. الشرط ده بيعمل لك ايه؟ بيروح يستخدم دالة اسمها ماي اس كيو ال اي فيتش اري. فيتش اري يعني هو بيروح يعمل فيتش الاري ازاي؟ هو بيروح على كل صف من الصفوف دول، الصف الاولاني ده بيعتبر ان هو زي الاري. فهو بيروح على ايه؟ بيروح على ار اي اس. ار اي اس اللي هي ايه؟ اللي هي الاستعلام اللي جاب لنا الجدول. يعني ار اي اس دي مخزن فيها الجدول بشكل كامل، لان هي ار اي اس هي اللي فيها الاستعلام بتاع الايه، بتاع البيانات كلها. فانا بقول له روح اعمل لي فيتش. اعمل لي فيتش على ايه؟ على الار اي اس. طيب وهفترض ان كل صف من صفوف الجدول عباره عن ايه؟ عباره عن اري او صف من صفوف الاري. فعلشان كده قلت له اعتبره لي من نوع ماي اس كيو ال اي اندر سكور اسوشيتد اري. فهو الماي اس كيو ال فيتش اري ده كل مره بيجيب لك صف، كل مره بيجيب لك صف واحد بس، خلي بالك. فراح جاب لي اول صف منين؟ من الجدول، وخزنته انا في متغير اسمه ايه؟ اسمه رو. طب انا ليه بخزنه في متغير اسمه رو؟ علشان اقدر استخدم رو ده بعد كده. ما هو رو ده هيجيب لي ايه؟ يعني انا جبت صف واحد بس اللي هو الصف ده كده، بقى عندي صف، الصف ده بقى عباره عن اري، في هنا النيم، او في عفوا الاي دي، الاي دي ليكن مثلا 2 والنيم علي، تمام؟ ده كده صف، ده كده يعتبر اري، ماشي. وده الاي دي وده النيم، وطبعا الصف ده انا سميته ايه؟ سميته رو. فانا دلوقتي لو جيت قلت له رو، رو اوف اي دي، هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الاثنين. ولو جيت قلت له رو اوف نيم، هيجيب لي علي. فانا بروح اخد الصف، يبقى انا دلوقتي تعالوا نرجع لمرجوعنا بقى، انا بروح اخد الصف ده واروح احطه في ايه؟ بروح احطه في اري اسمها رو، يعني رو دي تعتبر اري. بعد كده علشان اطلع الاي دي بقول له رو اوف اي دي، فبيطلع لي الاي دي. بعد كده علشان اطلع النيم بقول له رو اوف نيم بالشكل ده. طيب ايكو تي ار، تي ار بيعمل لي ايه؟ تي ار بيروح مباشره يعمل لي صف في الجدول الجديد. يبقى ايكو تي ار فتحتها بالشكل ده، وهروح اقفلها في الاخر. ده عمل لي صف كده. طب الصف ده انا عايز اعمل فيه عمودين،
عشان تعمل فيه عمودين لازم تروح تعمل العمود الاولاني عن طريق تي دي تفتحها وتقفلها، وتعمل العمود التاني عن طريق تي دي تفتحها وتقفلها. فراح عمل لك عمودين بالشكل ده، ده عمود وده عمود. في العمود الاولاني هيحط لك رو اوف اي دي اللي هو الاي دي 2 مثلا، في العمود التاني هيحط لك نيم اللي هو الاسم اللي هو علي مثلا. الكلام ده كله بيحصل في لفه واحده بس من اللفات، لفه واحده بس بيروح يجيب فيها صف واحد بس. يبقى تعالوا نراجع على الخطوات مره تانية، نرجع كده ونراجع على الخطوات دي مره تانية. انت بتروح تعمل ايه؟ بتروح تعمل خلاص انت كده عملت جدول زي ما اتفقنا، والجدول علشان تعمله بيروح يعمل لك جدول هنا بس عمل لك جدول فاضل. فروحت عملت ايه؟ رحت استخدمت الوايل لوب. الوايل لوب دي بتروح تعمل ايه؟ بتروح تستخدم الفانكشن اللي اسمه ماي اس كيو ال فيتش اري، وبتروح تحط فيه الريس اللي هو الريزلت اللي هو الكويري بتاعك او الجدول بتاعك، وبتقول له ان هو ماي اس كيو ال اي اسوشيتد اري، علشان كل مره ياخد لك صف من هنا. هياخد الصف من هنا وهيخزنه فين؟ هيخزنه في الاري اللي اسمها رو. يعني دي كده بقت اري اسمها رو. فبدات انا عايز اعمل مجموعه هنا من الصفوف، عشان اعمل صف هنا بتقول له ايكو تي ار، تي ار بيروح يعمل لك صف، فتحته هنا وهقفله هنا، فهيروح يعمل لك صف بالشكل ده. طيب بعد كده عايز اعمل عمودين، بتروح تعمل تي دي مرتين بالشكل ده، مفتوحه ومقفول. طيب عايز بعد كده بقى، طبعا عملت هنا عمودين بالشكل ده، عايز احط بقى القيمتين اللي موجودين هنا اللي موجودين في الاري اللي اسمها رو. بقول له والله في العمود الاولاني هات لي رو اوف اي دي، في العمود الثاني هات لي رو اوف نيم، فهيروح يحط لي هنا الاي دي وهيحط لي هنا النيم. الكلام ده بيتنفذ مره واحده، ولكن في كل لفه من لفات وايل هيروح يجيب صف جديد موجود في الجدول القديم ده. تمام. في الاخر خالص بروح اقول له ماي اس كيو ال اي اندرسكور كلوز اوف ماي اس كيو ال اي اللي هي كونكشن. يعني هو المثال ده يعتبر طويل شويه، بس المثال ده مهم جدا، يعني حاول ان انت كمان تحفظه يعني ايه بشكل او اخر، حاول انك تتمرن عليه اكتر من مره بحيث انك تحفظ الهيكليه بتاعته او الشكل بتاعه، لان هو لما بيجي في امتحان من ناحيه بيكون عليه درجه كبيره، واحتماليه ان هو يجي في امتحان احتماليه كبيره. ده كان اخر سؤال عندنا في الامتحان. بالشكل ده انتهينا من الفاينل اكزام للفول 2015 2016. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.